طبعا نعلم أنه روسيا كانت بدأت في اتخاذ هذا القرار منذ أكثر من عام تقريبا أو عام تحديدا، ومددت القرار. دكتورة لانا، يعني ما مغزى هذه الخطوة من قبل روسيا خاصة بعد انسحابها من اتفاقية الحبوب؟ يعني هذا الخطوة هي تأتي ضمن الخطوات الاقتصادية الداخلية في البلاد وليس ضمن الخطوات الاقتصادية الخارجية، أي بمعنى روسيا لم تتقصد بهذا الخبر أو بهذا المطلب إيذاء الدول الخارجية التي تعتمد على الأرز، خاصة بأن روسيا هي دولة تصدر الأرز ولكن بنسبة ضئيلة جدا فيما لو قارنا بالحبوب الروسية والذرة والقمح بأنواعها. بالتالي هذا أعتقد بأن هذا القرار هو أتى للاكتفاء الداخلي الذاتي الروسي، وثاني كما ذكر الدكتور رامي روسيا تعتمد بشكل أساسي على الأرز الذي يأتي من آسيا الوسطى مثل طاجيكستان وغيرها من البلدان وخاصة الهند. بالتالي هذه الخطوة هي لمنع الردع في احتكار الأسعار الداخلية الروسية والحفاظ على مستوى واحد من الأسعار في الداخل البلاد، ومن ثم أيضا هي في محاولة لتأمين الاحتياجات الداخلية دون اللجوء باستيراد أكثر من الدول المجاورة مثل الهند وغيرها من البلدان. فهذا القرار أنا أجده وأتصوره قرار على الصعيد الداخلي وليس له تأثير خارجي. فيما يتعلق بالدول النامية والتي تعتمد على الأرز الروسي، بالتأكيد سيستأنف هذه العملية مع الدول التي روسيا صنفتها دول صديقة وأيضا التي صنفتها بأنها دول محتاجة في التعاونات الغذائية مع الجانب الروسي، بالتالي هذه الدول لن يكون عليها أي تأثير. فيما عدا ذلك الأرز الروسي لن يدخل في موازنة المواد الغذائية الاقتصادية العالمية، وخاصة بأن في الموازنة وفي النسبة والإحصائيات صادرات روسيا من الأرز هي قليلة جدا. بالتالي هي روسيا تعتمد على صادراتها من المواد الغذائية من القمح والذرة ولكن نسبة ضئيلة من الأرز، وهذا القرار أتى بقرار دواعي داخلية للحفاظ على مستوى أسعار واحد في البلاد وأيضا للاكتفاء الذاتي الداخلي في ظل مثلا ما تعانيه روسيا من حصارات متعددة، وأيضا في ظل يعني تشارك الاقتصادات الكبيرة وخاصة مع الهند التي بدأت في غزو الأسواق الروسية سواء كان في الأرز أو حتى في المواد الغذائية. نعم الهند هي الآن حليفة لروسيا ولكن يجب أن لا يكون هناك ضرر في الموازنات الاقتصادية بين الجانب الروسي والجانب الهندي. فأعتقد وأتصور بأن هذا القرار كان في محله من فيما يتعلق بالاقتصاد الداخلي.